علي الشهاني، مبروك المركز الثاني في الجوله السادسه والاخيره في بطوله عمان للانجراف. الله يبارك فيك. طبعا الجمهور بيستمتع جدا بادائك. الحمد لله. انت من السواقين الممتعين فعلا يعني. الحمد لله. كنا حابين نعرف منك انت استعديت ازاي للموسم الطويل ده، وايه اهم التحديات اللي قابلتك؟ والله استعداداتي كانت كبيره، والفريق اشتغلنا على السياره كثير، عدلناه من صوب الانجل على هالموسم، وزدت في المحرك، قوة المحرك، وبرمجت على انتلاق مع احمد دحام مبرمج، وبعدين المسابق الاردني. المسابق الاردني احمد دحام ممتع برضه، سائق ممتع بصراحة. ايوه ما شاء الله عليه. والحمد لله حققنا بطولات. الجولة اللي سابقة حققت كان يوم شبك عمان والامارات، حققت المركز الاول في السيمي برو، وفي البرو كثاني مشاركة حالي توين دريفت اخذت على مركز الثالث كثاني تجربة، لان التجربة اللي قبلها اني شارك في حلبة مرسياس ابو ظبي، اخذت نفس الحالة المركز الاول في سيمي برو. هذا الكلام في شهر 1 تاريخ 28 27 تقريبا.